ورجعنا تاني لفقرة مهمة جدا وبتهم ناس كتير رجالة وستات ومن كل الأعمار، نصائح صغيرة لسواقين التاكسي. احنا كلنا في مصر عندنا عربية او ما عندناش بنعاني من المواصلات ومن الطرق، وحياتنا اصلا صعبة وضغط الحياة قوي، فعايزين ندي شوية نصائح لسواق التاكسي، لان سواق التاكسي المفروض انه بيقدم خدمة تكون خدمة مريحة للي بيقعد في عربيته او بيركب التاكسي عشان يروح مكان، المفروض انه هو يقدم له خدمة مريحة ونظيفة، وللأسف ده ما بيحصلش. فاحنا عايزين ندي لسواق التاكسي مجموعة نصائح نتمنى انه ينفذها عشان يسهل حياته وحياتنا. ايه هي النصائح دي؟ اول حاجة حضرتك تشغل العداد ماشي، وتمشي بما يرضي الله، وتاخد اللي العداد قال عليه، عشان خلي بالك في حاجات نزلت اليومين دول مأثرة عليك قوي وهتقعدك في بيتك. لا وبعدين زي ما انت قلتي في حاجات نزلت جديدة، بدل ما تزعلوا من الحاجات الجديدة وتتضايقوا وتحاربوهم واحنا نحاربكم واحنا نعمل ومش عارفة ايه، ليه اللي يلاقي حاجة حلوة يا سيدي قلد الحلو، احنا مش هنقول عليك يا قلود يا اللي متغاظ وبتعمل، لا هنقول ان انت عسل وطورت من نفسك طبعا. وبالعكس كلنا هنستفاد في الاخر بالحاجات الحلوه. ومن ضمن الحاجات اللي انا نفسي اقولها لك برضو انك تعملها في عربيتك او في التاكسي بتاعك، يا ريت تنظفها. يعني مش معقول ادخل اقعد في العربيه انت حضرتك بتلمع الكرسي بتاعك وانا اولع ورا اركب كاني راكبه في سجاده مهجوره تراب. صح تراب، وانا بقى لابسه بقى بتقرفي تفتحي ساعات مقبض الباب يعني والاكره مكسوره ومفيش بتاع الشباك. الشباك شباك شباك بس الشباك دي تالت نمره النهارده. دي النهارده شباك كمان والختمه. لا بس هو شباك اتقلي الشباك. لا الشباك انت بتقري من المعجم. ماشي ماشي معلش. عارفه اللي هو ليه منادى الحاجات اللي مكتوبه على العلبه. وقال الشمسيه وقال القمريه ولون النسوه. هجيب لكم الكراسه. خليكي انت قاعده في النص كده ما بين زعيط ومعيط. زعتر وطلبات. لا فمن فضلك نظف العربيه علشان في ناس بتبقى لابسه لبس حلو او لبس اسود او لابسه اي حاجه ومش عايزين يدخلوا يتسربوا، ومش هندخل نمسح لحضرتك العربيه، يعني انت عربيتك دي بتدل على نظافتك الشخصيه، فمن فضلك نظفها عشان نحبك ونركب معاك. في حاجه مهمه جدا جدا وما تقوليش انك ما تعرفهاش، كل الناس النهارده بقى عندها موبايلات فيها انترنت، وحضرتك اكيد عندك الباقه، باقه الانترنت حتى لو اقل باقه، في حاجه اسمها جي بي اس في العالم كله، زي ما بتعرف تخش على الواتساب وتعرف تفتح الفيسبوك وبقيت يعني تكنولوجيا قوي، لازم تنزل حاجه اسمها جي بي اس، لما تتوه تشغل الجي بي اس بكل اللغات، يعني في بالعربي كمان، فمش حاجه صعبه. ولو مش عارف يسال يا سلام، يعني ايه لو قلنا مثلا ان هو مش عارف او مش فاهم ايه هو الجي بي اس ده، ممكن حضرتك تسال، لان ده تطوير في سياق شغلك، يعني مش بنقول لك روح اتعلم اللغه الفرنسيه المهجوره، تطوير في المهنه اللي بيقدمها بالظبط، اتعلم حاجه تفيدك وتفيدنا معاك. واقول لك على حاجه، بلاش تحوير وتفضل ماسك الزبون يا عيني في عربيتك، تلف وتبرم تلف وتبرم تلف وتبرم، كل ده عشان تعلي الفيزيتا بتاعتك. صح ماشي، بلاش لف ودوران لان كل ده نصب. ماشي ما انا مش ناقصه خنقه بقى حد يقول له. صح ما انت قلتي له حبيبتي هتقولي اكتر من كده ايه؟ اكيد وصلت. خرمت ودني مش لازم تقلقيش. وده النوع ده على فكره بيبقى قلعان لانه بيبقى عارف الطريق، يعني سيبك من اللي مش عارف الجي بي اس ده وتايه. ويا ريت على الاجانب بس، ده لو حد مثلا جاي من المصريين مكان لمكان يعني واحد جاي من اسكندريه او من اي محافظه مش عارف القاهره مثلا يلف ويبرم ينصب عليه. ده ما ده نصب. فانا هنا اخد من كلام اختي بدريه واقول بقى كمان كفايه نصب وكفايه برضو شحاته، واسفه جدا ان انا اقول لك ان انت بتعمل كده. بتعمل كده لما بتقعد ترغي وتقول اصل انا والله عليا مخالفه، اصل انا وقفت صف تاني عشان انزل زبونه محترمه صعبت عليا فادوني مش عارفه ايه، اصل والله العظيم قطع الغيار غاليه. احنا مالنا؟ وفجاه قرايبه كلهم ماتوا، فجاه الحياه سودة، فجاه عياله يعني بيدرسوا مش عارفه ايه، هو عايز يلم يعني. طب ماشي انا هدفع لك، ما انت شغاله اهو ما شاء الله وعندك ايدين مش اكتع وسايق ورجليك ما شاء الله على الفرامل وزي الجن، وانا راح اشتغل وانت بتشتغل وانا هديك الفلوس. خلاص بتشحت ليه وبتقرفني ليه؟ وانا راكبه اصلا ممكن يبقى فيها اللي مكفيني، انا مش طايقه نفسي انا مخنوقه، تقعد تصدعنا. اخد الحوار من اختي شيماء واقول لكم على حاجه، انت واجهه لبلدك، لما ينزل حد من المطار يا ريت برضو ايه تبقى محترم شويه. ده منظر ينفع وجهه؟ لا وجهه. لا ثواني بقى، انت جيتي لي بقى في حته مهمه قوي عايزه اقولها. ايه؟ انت واجهه لبلدك، واجهه لمصر، لو انت واقف في المطار بتستنى عشان تلاقي زباين اجانب،
لازم تبقى نظيف يعني. حتى عربيتك عنوانك، كنا لسه بنقول عربيتك عنوانك كانها بيتك، وانت كانسان لازم تبقى نظيف، لازم يبقى شكلك نظيف، شكلك بريزنتبل، تبقى ريحتك كويسه، الناس تخش العربيه ما يجيلهاش اسفيكسيا الخنق يعني، اشتغل وهدوء مش كده ولا اسفيكسو اسفيكسيا. لا وبعدين اشتغلت يا ريت، احنا غنيت لها التقرير وقالت بصي، قالت جمل بحالها خلاص جمل، هي بتوقف علشان خاطر تقول، بعد كده راحت خاطفه الجمل، خطفت جملتك وانت هتقولي كده؟ لا انت قلتش هطلع التقرير، انا طبعا سكتيها. لا طب خلاص، طب نطلع تقرير نرجع تقولي جملتك. والنبي عشان انا بس بتحزق في الكلام، لازم ما تحزقنيش. طب تقولي دلوقتي هنطلع تقرير على ما هيجي تروح، على ما ترجع. الزحمة وتبقى مشغلة العداد ويقول لك نزل لي هنا سجاير على طول في العربية، طول ما ماشي ما بيحترمش الزبون، بتقعد تدقق في العداد، تبص تلاقيه بدل ما هيخش روكسي يروح مدخلني في حتت تاني. طب انت قلت روكسي، انا ببقى ماشي عارف انا رايح فين. هو تحسي ان هو يعني بيذلنا يعني، احنا راكبين معاه المفروض يوصلنا في حته احنا عايزين ننزل فيها، هو اصلا عمال بيقفف من اول ما ركبنا. بيضايقني من الزباين بالنسبه عاليه التعالي، اللي من غير عداد بيضرب لك على طول في يعني في اتنين. لازم المناكف هو اللي بينكفنا يعني، يقول لك لا ما اشتغلش بعداد ويمشي بدون عداد. مثلا اللي بيشتغل بالعداد تمام، لو مثلا عمل 5 جنيه يقول لك لا المشوار يستاهل 10. والله يقول لك طب هات الفكه، معكش فكه ليه؟ لو طب انا غصب عني انا معيش فكه. مش كلهم طبعا، بس في منهم بيقلوا ادبهم. ممكن مثلا يركب من غير ما يقول لي انا رايح فين ولا جاي منين. ما بيشغلش التخييف، خايف على الموتور. في زباين مثلا ببقى رايح مثلا مروح، بيجي الزبون يقول لي مثلا الحته الفلانيه فبقول له لا، فبيزعل بيتضايق. في طريقه تعامل ممكن تكون احسن من كده شويه. الزبون المفروض يعني يحط مثلا عذر للسواق. ورجعت من التقرير وانا قرفانه من اللي سمعته كمان من الناس، بجد عيب. وحسك عينك ها جو التحرش بالزبونه، وخصوصا اللي بتبقى قاعده ورا وانت مصدر المرايه في النص وعمال مبحلق مبحلق فيها مش باصص قدامك. عارف بقى انا ممكن اعمل ايه؟ يا ريت مصدر مرايه واحده، ده بيبقى مركب مجموعه مرايات عشان يجيب الزبونه من ورا، شمال صغير وكبير واصغر واصغر وهنا وجنبه عارفه ده حلاله ايه؟ قفا سخ. لا ما بتشدش، ما تركبيش معاه، عينيه تبوظ في البرفيز اللي قدامه، تتحول يشوف المرايه شمال في يمين يبقى مش عارف هي فين. في كمان افتكرت في التقرير بيقول هو سواق التاكسي متضايق انه لما زبون بيوقفه. صحيح يعني ايه زبون يوقفك ويقول لك عايز اروح الحته الفلانيه فتقول له مش طريقي؟ يعني ايه مش طريقك؟ امال حضرتك بتعمل ايه؟ حضرتك سواق على تاكسي، المفروض تروح كل حته واي حته، يعني ايه لما زبون يوقفك تقول له لا مش طريقي؟ هو انت رايح حته معينه يعني، عندك مشوار؟ انت خارج خروجه ولا انت في وقت شغلك؟ يعني برضو ما بفهمهاش الحته دي. صح. وفي كمان بقى اللي يقعد مثلا تقول له ايه من فضل حضرتك احنا في الحر والدنيا وانا حاطه ميك اب والماسك هيسيح وده ماتيريال غالي، من فضل حضرتك بس شغل التكييف. والله بويز يا ابلة الفريون ما نفختش الفريون، يعني انا مالي يعني، ما تشغله، مش دي عربيتك دي وده شغلك، ما تظبط الدنيا يعني. انت نازل كده عادي وانا المفروض اقبلك، افتح بقى الشباك فينفخ الهواء في وشي ابو تراب الجميل بالزبط. اللي اصلا في عربيتك يطير كده ونعمل زوبعه جميله. ومثلا تروح تقول له مثلا ايه طب وديني مثلا مشوار فالدنيا زحمه، فهو بقى مشغل العداد بس يطلب بقى زياده. كان انت اللي مسؤول عن الزحمه والعطله المروريه التي تحدث في مصر والشرق الاوسط. طب واحنا مالنا؟ ما دي عليا وعليك، ما انت اخرتني انت كمان. ما انا ممكن اقول لك هات بقى انا هخصم من الفلوس عشان انت اخرتني على الميعاد اللي انا المفروض اوصل فيه. فبلاش الحاجات الغريبه والفزلكه اللي احنا بنعملها، معروفه 1+1=2، وصلتني ونزلت شكرا، ادي فلوسك اللي في العداد اللي انت مش لاعب فيه ومبوظه بس. صح. في نهاية الفقرة عايزين نقول انه اكيد اكيد مش كل سواقين التاكسي وحشين، بس عشان تفهموا ان احنا مش بنعمم، وطبيعي ان احنا لما ندي نصايح نبقى بنوجهها للسواق اللي عنده مشاكل لازم يحلها. ومؤخرا كلنا لاحظنا في الشارع المصري انه كم الوقفات الاحتجاجية بقى كتير جدا، وسواقين التاكسي زعلانين جدا من منافسين ظهروا على الساحة. المنافسين دول بيعملوا ايه؟ بيقدموا خدمة محترمة، عربيات نظيفة، مع مواعيد مظبوطة. دول بيحطوا في التاكسي شوكولاتة يا جدع، كلينكس، يحطوا لنا شوكولاتة يا بنتي، ملايين انا ما شفنا منكم البانه مصاصه. لا مش بس كده، ده انت عندك علبه مناديل
عندكم علبة مناديل قدام في التابلو وعلبة انا بركب دلوقتي وعلبة مناديل ورا جنبك عشان تبقي قاعدة. لا ساعات تلاقي حاجة غريبة في الباب بسرعة ازاي معرفش صح. لا عشان بيمشي في الطرق المظبوطة ما بيحورش في الطرق بيوديكي من اسهل طريق لانه فاتح الجي بي اس وفاتح البرنامج الثاني اللي بيقول له ايه الطريق الزحمة بيتفادى الزحمة. لا وتخشي العربية هب والبرفان طبعا وهو والذوق يا جماعة نضيف. اللي شايف منكم يعني بيعمل حاجة غلط في اللي احنا قلناها يتلاشاها. انتوا بجد صعبانين علينا لان في حاجات قشت الشغلانة منكم. وبعدين عايزة اقول لكم حاجة انتوا مش هتفضلوا لوحدكم على الساحة وهو بدأ يبان منافسين ومنافسين بقوة ومش هتقدروا تعملوا حاجة فيهم على فكرة. حلكم الوحيد انكم تمشوا صح تطوروا من نفسكم تتعلموا ازاي تكونوا بروفيشنال او عمليين وماشيين على القواعد وانتوا بتقدموا الخدمة دي لان الخدمة دي خدمة عالمية مش مقتصرة عليكم انتوا لوحدكم. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل. استنى اللي ضايقك ده ارميه ورا ظهرك وكبر دماغك تحط صورته يبقى في وشك. شفتوا بقى في ستات شرسة اكتر مني ازاي؟ لا يا بدرية يا اخويا اتقد بس بجيب صورة اللي انا متجوزة منه واشقها بالسكينة كده. يا شاهد البسبوسة يا خويا.